الدم هو صورة مكتملة لصحة الجسد، يتنبأ بالعديد من الأمراض حتى قبل الإصابة بها بعقود، وهذا ما تشير إليه الكثير من الدراسات العلمية الحديثة. لكن هل هنالك صورة شاملة للدم تكشف لنا كل ما يتعلق بصحة الجسد؟ اليوم سنتحدث عن فحص تعداد الدم CBC. ما الذي يكشفه؟ كيف نقرأه؟ ما هي المعدلات الطبيعية؟ مع ضيفتي الدكتورة غدير عبدين، استشارية أمراض الدم والأورام والكشف المبكر. حياك الله معنا دكتورة غدير. أهلا وسهلا فيك يا آيات. دكتورة غدير، CBC هذا الفحص يعني يعد من الفحوصات الروتينية التي تطلب سواء بشكل روتيني أو حتى بشكل طارئ وبشكل عاجل للكثير من المرضى والأصحاء. نعم. فما الذي نقصده دكتورة بفحص CBC؟ فحص CBC هو تعداد الدم الكامل أو الفحص الكامل لنسبة الدم. نعم. خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء والخلايا المناعية والصفائح، هو هذا بشكل مبسط ما هو CBC، ورح نيجي لكل بوينت فيه نفسر وشو الأمراض اللي بترفع أو بتنزل، وشو هو البلد فيلم أو تصوير الخلايا الموجودة في تعداد الدم الكامل. إذا دكتورة قلتي بأنه هذا الفحص يعنى بالكثير من الفحوصات التي تجتمع في فحص واحد ويتم قراءته من قبل الطبيب، هل نكتفي فقط بفن المختبر بأنه يشخص أنه هذا الفحص سليم بمعدل طبيعي، ولا يجب العودة هنا إلى الطبيب وحتى الفحص يمكن إجراءه بتلقائي أنا تلقاء ذاتي أنه أنا أذهب للمختبر وأجري؟ هلأ فحص CBC أو تعداد الدم الكامل، بحب أحكي أنه كل إنسان كل 6 أشهر لازم يعمل فحص CBC الكامل. نعم. وأي مرض أو أي دخول على المستشفى لازم كل مريض نعمل له CBC، لأنه هو CBC أو تعداد الدم الكامل فحص شامل لكل الخلايا الغير طبيعية أو الطبيعية الموجودة بالجسم، وبتدلنا على العديد من الأمراض. CBC هو فحص وليس تشخيص، ولكن عند قراءته وأخذ السيرة المرضية وممكن نطلب فحوصات تانية، نتوصل عادة عن طريق CBC للتشخيص الصح. يعني هو البيسك لاين باعتبار في الفحوصات. نعم. عندكم زي ما حكيت كل إنسان كل 6 أشهر لازم يعمل فحص CBC أو تعداد الدم الكامل. من الذي يحدد المعدل الطبيعي دكتورة؟ سواء إذا كان طفل أو إذا كان أنثى أو رجل، كل إنسان يعني كل معدل عمري معين له فحوصات طبيعية، إذا كانت أعلى أو أوطى طبعا الطبيب هو بحكم عليها وبحكم إيش الفحوصات المرافقة للCBC. إذن ما هي الفحوصات التي تندرج ضمن فحص CBC؟ رح نبدأ شغلة، رح نبدأ بالهيموغلوبين أو خضاب الدم، هو الأشهر. نعم، الهيموغلوبين أو نسبة الدم في الجسم أو هو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين مربوط بالحديد، مربوط بفيتامين B12، مربوط بفوليك أسيد، وهو بيقوم بنقل الأكسجين على جميع أنحاء الجسم. نعم. فمعظم الأمراض بيكون فيها يا إما نقص في نسبة الهيموغلوبين هو الأكثر، وممكن في بعض الأحيان مثل التدخين على سبيل المثال اللي بيرتفع نسبة الهيموغلوبين فيه. بس هذا مو مؤشر صحي. نعم طبعا، لأنه بيجي المدخنين بيحكوا لك المعدل المرتفع عنا. هلا معدل مرتفع نتيجة التدخين، وهذا بيكون نتيجة إنه بيكون بيدخن لمدة طويلة، بالتالي بيؤدي إلى ارتفاع نسبة الهيموغلوبين وبيخفي بعض الأمراض، بيؤدي إلى الصداع، بيؤدي إلى أمراض مختلفة على الكبد على الرئة غير نتيجة التدخين، نتيجة ارتفاع نسبة الهيموغلوبين. وطبعا ارتفاع نسبة الهيموغلوبين ممكن يكون ناتج عن بعض الأمراض في نخاع العظم. نعم. هلا نبدا بالهيموغلوبين. الهيموغلوبين زي ما حكينا نسبته عند الرجال بين 14 ل 16 وعند السيدات بين 12 ل 14. اذا نزل طبعا لازم نطلع على الهيموغلوبين، لازم نطلع على الخلايا الدم الحمراء اللي هي جزء من الهيموغلوبين، شيء بسموه تعداد الخلايا الحمراء في CBC او في تعداد الدم الكامل. ارتفاعها او نزولها كمان بقولنا على امراض معينه. مثلا لو فرضنا انه احنا عندنا نقص في الحديد. نعم. نقص الحديد يؤدي اول شيء الى نزول مخزون الحديد في الجسم. بعدين بصير عندنا نسبه الهيموغلوبين بتقل، بتصير 9 او 10،
وبالتالي يعني مؤشر دكتورة على نقص الحديد. هلأ مؤشر على نقص الحديد ممكن يكون مؤشر عن نقص فيتامين بي 12، ممكن يكون نقص مؤشر عن نقص فيتامين أو فوليك أسيد، ممكن يكون نتيجة بعض الأمراض مثل الثلاسيميا، فقر الدم المنجلي، كلها تؤدي إلى نزول نسبة الهيموغلوبين. ممكن بعض الأمراض المزمنة مثل القصور الكلوي، مثل الضغط لمدة طويلة إذا أثر على الكلى، ممكن هبوط عضلة القلب إذا كان في هناك أمراض في القلب، كلها تؤدي إلى نزول نسبة الهيموغلوبين، وبيكون سببه عادة نقص الهيموغلوبين نتيجة الأمراض المزمنة. فنسبة الهيموغلوبين ممكن طبعا إذا الإنسان دمه 6 أو 7 أو 8 أو 9 هذا لا يعني إنه فقط حديد، ممكن كل الأشياء اللي ذكرتها تكون سبب في يعني نقص لا الهيموغلوبين. نكتفي بفحص قوة الدم للاستدلال على نقص الحديد أو إنه الحديد في معدلاته الطبيعية. دكتورة ذكرت المعدل الطبيعي للرجال والنساء، كيف هو الحال بالنسبة للأطفال وبالنسبة لنساء الحوامل تحديدا؟ هلا طبعا نساء الحوامل إذا نزل دمها أقل من 11 هذا يعتبر أنيميا. الأطفال حسب العمر، كل عمر معين حسب العمر نتأكد، بس عادة إذا أقل من 10.5 هذا بنسميه فقر في الدم. والأطفال لهم حديث آخر على الأسباب التي منها طبعا فقر الحديد او نقص الحديد، منها الفيتامين بي 12، ولكن لها اسباب اخرى. احنا خلينا هلا نيجي على الادلت او اليافعين. نعم، ننتقل الى الفحص الاخر الذي يكون ضمن فحص تعداد قوه الدم. هلا تعداد قوة الدم، الهيموغلوبين، الخلايا الدم الحمراء، طبعاً رح نيجي على إشي اسمه بلد فيلم اللي هو تصوير الخلايا اللي هو تابع لتعداد الدم. ننتقل للخلايا المناعية أو الوايت ديسيز أو الخلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء برضو يندرج تحتها نسبة النيوتروفيل للخلايا المناعية، الخلايا الليمفاوية، الخلايا الحساسية الناتجة عن الحساسية، في المونوسايت، الإيوزينوفيل، النيوتروفيل والليمفوسايت. ففقط احنا ما بس بنتطلع على نسبة الخلايا المناعية او الخلايا الدم البيضاء، بنتطلع شو اللي ادى الى ارتفاعها او نقصها. عادة بيكون التهاب دكتورة، ممكن يكون التهاب في اكثر من 80% من المرضى نتيجة التهاب معين اللي بتناولوا دواء الكورتيزون او البريدنيزولون بيؤدي الى ارتفاع النيوتروفيل. عشان هيك بيكون عرضة للالتهابات. طبعاً في حالات قليلة ممكن تكون سرطانات الدم المزمنة أو الحادة، ممكن إنسان يكون عنده سرطان دم مزمن ما بيبين عنده أعراض، ولكن إذا عملنا تعداد الدم الكامل أو السي بي سي بيبين عنا ارتفاع في خلايا الدم البيضاء. نعم، فكل سبب زي ما حكينا نتطلع على الخلايا الدم البيضاء، نتطلع أي وحدة فيهم مرتفعة، يعني ممكن إنسان يكون عنده بس حساسية ترتفع نسبة الإيوزينوفيل. إذن مش مؤشر خطر في كل الحالات. نعم، 80% لا يكون خطر أبداً، بيكون نتيجة التهابات. عادةً المرضى اللي بيكون عندهم دخول في المستشفيات يرفض مثلاً خروجهم إذا كان معدل كريات الدم البيضاء مرتفع. هلأ بيعتمد على الحالة، مثلاً إذا كان السبب عرف السبب نتيجة وجود التهاب حرارة، التهاب بالدم، التهاب بالبول، التهاب بالرئة، التهاب بالمسالك البولية، بيكون معروف السبب، وإذا تم العلاج ممكن الإنسان يروح طبعاً حسب نسبة. بالضرورة أنها تنخفض دكتورة؟ طبعاً لازم توصل للمعدل الطبيعي بين 4000 ل 10000. نعم، عند الرجال والنساء. عند الرجال والنساء. الخلايا الدم الحمراء زي ما حكينا، البيضاء سوري، طبعا برضو لازم ندرسها بطريقه صح. رح نحكي عن البلد فيلم، انا هلا عم بحكي بس على السي بي سي، لكن هناك فحص بنسميه بلد فيلم رح نيجي عليه ونحكي ايش هو بفيدنا بتعداد الدم الكامل. دكتوره ممكن ايضا الصفائح تندرج ضمن فحص السي بي سي؟ نعم، الفحص الثالث المهم في السي بي سي هو الصفائح. الصفائح هي عباره عن خلايا لا تحتوي عن نواه، وظيفتها هي تجلط الدم أو تميع الدم حسب إذا كانت نسبتها عالية أو نازلة. تقريباً الطبيعية بين 150 ألف لحد 500 ألف. هلأ في أسباب تنزل الصفائح وفي أسباب ترفع الصفائح. هلأ إذا كانت الصفائح نازلة هذا نتيجة تؤدي إلى النزيف تحت الجلد أو النزيف من الأنف أو النزيف من المعدة، ورح يكون لها أسباب معينة. ظهور كدمات أيضاً على الجسم دكتورة ترتبط بمعدلات الصفائح؟
طبعا في امراض كثيره ممكن، مثلا في تكسر الصفائح المناعي اللي بيكون غير معروف السبب، بعد ما نعمل فحوصات مختلفه للجسم ممكن تكون سببها مناعي، ممكن يكون سببها امراض في الكبد، ممكن يكون سببها امراض روماتيزم او الحمى الذؤابيه، وعده امراض ممكن تنزل الصفائح. فالصفائح اذا لقيناها نازلين لازم نعمل فحوصات مختلفه للجسم بيقولنا السبب، لازم نطلع على نسبة الهيموغلوبين، نطلع على نسبة الخلايا الدم البيضاء، ونعرف هل كلهم نازلين، كلهم بمعدلهم الطبيعي، وبالإضافة لفحص آخر اسمه البلد فيلم لازم نعمله. ما الذي نقصده في دكتورة هذا الفحص؟ البلد فيلم هو عبارة عن فحص بيتم تحت الميكروسكوب، بنطلع على الخلايا الدم الحمراء في البداية، بنطلع على حجمها إذا كانت صغيرة، إذا كانت كبيرة، أو إذا كانت طبيعية، إذا كان فيها خلايا مختلفة الحجم، إذا كانت مختلفة الحجم ممكن تكون أو الشكل ممكن تكون نتيجة نقص فيتامين ايرون، نقص الحديد، إذا كانت كبيرة نتيجة نقص فيتامين بي 12 أو نتيجة نقص الفوليك أسيد. فشكل الخلايا على الميكروسكوب هذا إشي كتير مهم، لأنه إذا لقيناها زي ما حكيت لك مختلفة الأشكال، وإذا كان حجمها قليل معناته نسبة الهيموغلوبين قليلة، معناته إحنا لازم نروح نفحص نسبة الحديد ومخزون الحديد. إذا لقيناها شكلها كبير لازم نروح نفحص فيتامين بي 12 أو الفوليك أسيد. إذا لقيناها حجمها طبيعي ولكنها قليلة معناته ممكن أمراض مزمنة عند المريض، كلى، كبد، ممكن تكون قلب، هذا أدى إلى فقر الدم لكن الخلايا بتكون شكلها طبيعية. ممكن تكون أشكالها ممكن تكون كبيرة وصغيرة، معناته في عنا سببين للأمراض. فيعني هو البلد فيلم، تخيلي مدى الدقة في قراءة هذا الفحص. هذا بس على الخلايا الدم الحمراء، الخلايا الدم البيضاء نطلع على الخلايا الدم البيضاء على شكلها، إيش أكتر إشي موجود فيها، هل فيها انقسامات معينة، هل فيها خلايا سرطانية، لوكيميا حادة، لوكيميا مزمنة، هل فيها خلايا غير طبيعية نتيجة إصابة نخاع العظم بانتشار من سرطان الثدي، من سرطان الرئة، سرطان القولون، كله نقدر نندل عليه بعض الأحيان عن طريق نطلع على الخلايا تحت البلد فيلم. إذا هذا فحص مدعم لفحص السي بي سي دكتورة؟ معظم الأحيان، معظم الأحيان إذا لقينا في خلل في السي بي سي دغري بنطلب البلد فيلم. هلا البلد فيلم ممكن المختبر يقرأه، ممكن الفني المختبر الخبير بالسي بي سي ممكن يقرأه ويقولنا، ممكن طبعا في بعض الأحيان إنه طبيب الدم هو بنفسه يروح على المختبر يقرأ البلد فيلم بنفسه، أو يكون عنده مايكروسكوب بالعيادة أو بالمركز اللي هو موجود ويقرأ السي بي سي. يعني هذا الفحص يتنبأ حتى بالإصابة بالسرطان. وهناك كمان نعم، وهناك كمان بعض يعني الأطباء اللي بسموهم في أطباء اختصاصيين الأنسجة والدم، هم طبعا هدول الخبيرين بقراءة البلد فيلم وقراءة السي بي سي وقراءة كمان النخاع العظم. إذن هو ليس من الفحوصات اللي نحكي قراءتها سهلة، إنما تستدعي وجود مختص يلقي نظرة عليها ليحدد فيما إذا كانت ضمن المعدلات الطبيعية أو لم تكن. هلأ إذا كان ضمن المعدلات الطبيعية طبعاً الطبيب العام، الطبيب الباطن، الأطباء كلهم بيعرفوا يقرأوا السي بي سي، ولكن إذا كان في اختلالات ساعتها لازم يتحولوا على طبيب الدم لمعرفة إيش الأسباب وإيش الفحوصات التالية لازم نعملها. إذا واجه الإنسان أعراض تشبه أعراض فقر الدم من الخمول، من تساقط الشعر، من الرغبة في النوم والكسل، وأحياناً نوبات من الحزن وتدني المزاج، هل يلجأ إلى طلب فحص السي بي سي ولا رأساً يتجه إلى الآيرون؟ لا طبعاً بيتجه للسي بي سي، أكيد لازم يعمل سي بي سي نعرف هيموغلوبين أو خضاب الدم. إذا كان واطي معناته هذا أنيميا، الأنيميا لا تعني نقص في الحديد، ممكن يكون لها أسباب اللي حكيتها، فيتامين بي 12، حديد، حتى فحوصات الحديد ما بنعمل بس حديد، نعمل مخزون الحديد، نعمل إشباع الحديد، ففي بعض الفحوصات الطبيب الدم لازم يحسبها على الكالكوليتر، بحسبها مشان يعرف هل فعلا نتيجة نقص الحديد ولا نتيجة أمراض مزمنة. يعني على سبيل المثال، يعني نحكي فحص السي بي سي
يجري لجانبه في نفس الوقت فحص؟ لا ما في داعي. احنا زي ما حكينا احنا مشان نعمل سي بي سي، اذا لقينا ابنورماليتي او اشياء غير طبيعيه بالسي بي سي بنتوجه حسب نتيجه السي بي سي، حسب نتيجه البلط فيلم اذا احتجنا، هل نعمل حديد، مخزون حديد، فيتامين بي 12، فوليك اسيد، كلى، كبد. يعني ما بيصير المريض بس يروح يعمل حديد وفيتامين بي 12 وبجوز ما بيكون في حاجه اصلا. نعم. الفحص اللي لازم نعمله هو السي بي سي لحاله، بعد هيك بنشوف الفحوصات المناسبه اذا احتجنا. اذا دكتوره، هل من عوامل ممكن ان تؤثر على دقه وصحه نتيجه السي بي سي؟ طبعا اخذ العينه ونعملها خلال ساعه كثير شيء او اقل من ساعه. طبعا اذا العينه قعدت فتره يعني طويله ممكن يتاثر على النتيجه. طبعا نعم، طريقه سحب الدم كيف بنحط التورنيكيت. يا سلام. طبعا في لها كثير، مشان هيك احنا عم نحكي، مشان هيك فنيين المختبر بيساعدونا وبيعرفوا كيف يعملوا السي بي سي، مش اي حدا بيروح. طبعا هي لا تصدق انه الواحد يكون صائم. لا، السي بي سي ما بده صيام ابدا. نعم. هذه اهم العوامل دكتوره. طيب وضعيه الشخص المفحوص تلعب دور مثلا في نتيجتها اذا كان مستلقي؟ لا اذا لا كان ما في. طبعا زي ما بيروحوا على المختبر بيكونوا قاعدين على كرسي معين او حتى مستلقيين، ما بيفرق على نتيجه السي بي سي، ولكن طريقه حط التورنيكيت، التيوبات المناسبه لفحص السي بي سي. يعني على سبيل المثال ممكن صفائح الدم، نعم، نعمل فحص نلاقيها لو يعني واطين، وتكون سببها مش مرضي، بيكون سببها انه الصفائح ملزقه في بعض. فاذا انتبه عليها فني المختبر بعيد الفحص بانبوب اخر اسمه ستريتد هيموجلوبين ستريتد تيوب، وبتكون النتيجه طبيعيه. اذا واجه الشخص ضمن هذه المعدلات مثلا تدني في مستوى الهيموجلوبين وتم وصف الأدوية اللازمة، متى يعيد الفحص مرة أخرى؟ حسب حالة المريض. إذا المريض عنده أمراض في القلب، هبوط في عضلة القلب، بيحتاج إلى أنه نرفع دمه بسرعة. في بعض الأحيان الحامل كمان إذا ما بقي على ولادتها إلا أسبوع 10 أيام بندخلها بنعطيها وحدات دم. في بعض الأحيان بس بنعطي إبر حديد إذا كان السبب نقص الحديد، أو نعطي حبوب. كل حالة بتفرق عن الثانية. متى نعيد الفحص؟ بنعيد الفحص عادة إذا لو فرضنا المريض عنده دمه مثلا 10 وعرفنا السبب، عادة خلال 3 أسابيع ل4 أسابيع بنعيد الفحص. نعم، وهنا تأكدون من أنه صار في ارتفاع في المعدلات المطلوب. طب بالنسبة للمدخنين اللي هيموجلوبين مثلاً مرتفع عندهم، هل ممكن أنهم يخفضوا؟ طبعاً تخفيض نسبة الهيموجلوبين بتوقيف التدخين. هذا أهم إشي. اللي ما بقدر طلبت المستحيل يا دكتورة، عندي كثير من المشاهدين بنخليهم يتبرعوا طبعاً بعد نتأكد أنه سببه هو التدخين وليس عوامل أخرى، لأنه مرات في بعض أمراض نخاع العظم بترفع نسبة الهيموجلوبين وبترفع نسبة الصفائح. إذا كان سببه فقط التدخين ننصحهم بالتبرع بالدم، خصوصاً إذا كان في أعراض، مشان ننزل نسبة الهيموجلوبين توصل 15-15.5. ذكرتي دكتورة أنه من ضمن الحلول والتدخلات العلاجية هو نقل وحدات دم للمريض، هل لكم تحفظات؟ يعني أنا بحس أحياناً عندكم تحفظات. نعم. في نعم. أنه تجعلوا الخيار الأخير. الخيار الأخير إذا اضطرينا، لأنه لازم نعرف السبب زي ما حكينا. إذا السبب الحديد نقص فيتامين بي 12 بتعوض بالفيتامينات المطلوبة، ولكن في بعض الأحيان بنضطر إذا كان المريض عنده أعراض، عنده هبوط في أو هبوط في الضغط، عنده نبضات القلب عالية، المريض تعبان، فقدان للوعي أو اختلال بالوعي، نضطر إنه نعطي دم. إحنا ما بنحب نعطي لأنه كمية وشي الدم ممكن يقولون لنا بعض أنواع الفيروسات. إحنا بنفحص طبعاً، وممكن يكون عدم تلاؤم ببعض أنواع عدم تلاؤم بالبروتينات بتأدي للحساسية. يعني ممكن مريض يأخذ بلد يصير عنده رياكشن أو حساسية، إحمرار، هبوط بالضغط ممكن يؤدي. فبالتالي بنضطر لا طبعاً بعض الأحيان تجعله تدخل طارئ. نعم. ولكن ليس التدخل اللي بيكون في الحالات الطبيعية. أنا شاكرة لحضورك معنا الدكتورة غدير عبدين، استشارية أمراض الدم والأورام، على هاي المعلومات المهمة اللي قدمناها لتوعية وتثقيف المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي، يعطيكم ألف عافية.